ولمناقشة هذا الموضوع يلتحق معي عبر الهاتف المدير العام للصالون الدولي للصناعات الغذائية السيد نبيل أبو مرزاق. أهلا بك. أهلا بكم، مرحبا بكم. نعم، إذا سيدي الصالون افتتح، الصالون الدولي للصناعات الغذائية جزا جرو في طبعته 20 شهد مشاركة دولية كبيرة، حوالي 600 عارض من 27 دولة، الأمر الذي يدل على اهتمام الجزائر بتنمية الصناعات الغذائية والتصدير أيضا. نعم، شوفي هذا العام احنا لاحظنا على كل حال من عام للعام نشوفوا باللي المعرض راه يزيد في العدد تاع المشاركين والمحترفين اللي زوروا المعرض تاعنا. كيما على بالكم باللي المعرض هذايا هو معرض للمحترفين، وشفنا هذا العام يعني بعد العامين تاع الكوفيد وين عاودوا ولاو العارضين الاجانب والجزائريين. كما قلت عندنا حوالي 28 دوله ممثله، تقريبا 600 عارض، 104 عارض ايطالي اللي راح يمثل براها. نشوفوا باللي احنا هذا العام باللي كاين المشاركه بين الجزائريين الايطاليين راهي تندار ماشي غير في السيارات لكن ثاني في الميدان تاع الصناعات الغذائيه اللي جاوا حاضرين، كاين حوالي 104. وعندنا بيان ايفيدامون جزائريين اللي احنا يعني عندنا الصالون، احنا لا سبيسيفيسيتي تاع لو سالون سي المعرض تاعنا هم منتجين، والمنتجين الجزائريين اللي راهم هنا كاين حوالي 150 منتج جزائري في المواد الغذائيه ولا اللومبالاج التغليف ولا البروسيس. دونك يعني شفنا باللي على بالك ان سالون سيت ان ميكروكوزم دون ليكونومي، رانا نشوفوا باللي هنا ليكونومي تاع الصناعات الغذائيه سيت ان سيكتور تري بورتور اللي فيه بزاف الاستثمارات ومستثمرين جزائريين كاين بزاف اللي زادوا في المنتوج الجزائري والجوده تاعو، لان نلاحظوها بالعام للعام راهي تزيد. نعم سيدي، حكينا فقط يعني على إقبال الزوار لهذا المعرض الدولي، هل في إقبال؟ فيه إقبال كبير اليوم هذا العام، اليوم سي الدوزيام جور، عندنا رانا نتسناو حوالي 22 ألف زائر محترف، والنهار تاع اليوم سي الدوزيام جور كاين يعني بزاف، يا بوكو دو فيزيتور اللي راهم هنا شغل لي تخوا أول تاع قسم معرض صنوبر البحرين. نعم، لو نعود فقط إلى الشراكة الجزائرية الإيطالية، شفنا أنه إيطاليا والتي كانت ممثلة بوزير الفلاحة الإيطالي الذي حضر افتتاح الصالون ب 104 شركة إيطالية كانت خاصة، كل هذا لتعزيز الشراكة الجزائرية الإيطالية ولتنويع أيضا الإنتاج الفلاحي. نعم، هي شوفي الشركات الايطاليه اللي هنايا كانوا يجيو شاكاني على كل حال، ماشي هذا العام برك وشنو سي فريك هذا العام زادوا يا ان بو بلوس دو ديكسبوزون ايطاليان، مي يعني المستثمرين الجزائريين دوبوي دي زاني منذ اعوام اللي راهم يشريو يعني لي زوزين كليون ما ولا ماتيريال ايطاليان. Donc, il y a depuis des années, le produit italien est très apprécié par les investisseurs. Et il répond à une demande algérienne. Donc, je pense que هذا العام effectivement c'est une année un peu spéciale où le ministre italien est venu hier avec bien sûr le ministre Anat Azayeb. Ils ont ouvert, inauguré le salon, ils ont pris le temps d'aller de poser des questions, de voir un peu la problématique de tout le monde. Dans à l'avenir il y aura de plus en plus d'investissements italiens dans le Jazair. نعم سيد نبيل أبو مرزاق المدير العام للصالون الدولي، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا، يعطيكم الصحة. نعم شكرا.